25 سنة، حبيت بنية وكنا أنا وياها بالجامعة، تخرجنا وكوننا نفسنا لمدة 30 سنة. هي البنية عمرها صار 25، أنا 30 سنة، وتزوجنا أنا وياها. بقينا بالزواج يعني تقريبا سنة أو سنتين، ردنا يعني يجينا طفل، ما اجانا طفل. فوديتها الدكاترة وديتها الهاي، فما اجى طفل. يعني انا اخوه مثل ما اجاني طفل اني اتفرها او اطلقها. كم سنة بقيتوا على هاي الحالة؟ والله بقينا 15 سنة، يعني لحد هسه انا 15 سنة متزوجها. احد اقرب الناس الي هي رضيعتي، قالت لي اقول لك انت ليش يعني ما تحس بنفسك تكون باكر يلم كبرتك؟ قلت لها وشنو يلم كبرتي؟ الطفل اذا كبر، الولد كبر يروح اهم المرته، مثل ما انا هسه بقيت يم امي اما جيت تزوجتي. انت هم هسه يعتقدين على نفسك، انت ما تنجبين اطفال، يصير زوجك يطلقك تقبلين انت؟ يعني ليش تقبليها على الغير وعلى نفسك ما تقبليها؟ لان بالعكس انا مرتاح ويا زوجتي ما طول لعل ليش حبيتها؟ ليش هي هذا الوفا؟ الوفا ليش يسموه وفا؟ وفا من كل هذا، على الحلوه والمره وكل الاسباب اللي نلقاها قدامنا، ان كانت شينه او زينه احنا بيناتنا متفاهمين. قالت لي اقول لك انت اذا بنفسك طفيل وهاي خليني انا عادي يعني زوجتك وروحك. قلت لها هذا السؤال اكرهه من تحكين هذا الحكي، يعني اكره حتى نفسي اذا تقولي لي بهذا السؤال. ليش اتزوج؟ ليش انت شنو اللي يعني خلتني مقصرة وياي من كل النواحي؟ بالعكس اني سعيد وياك، وجائز اذا اتزوج جائز اني انضر بذيك الساعة اللي انا نحن هذا هسه اني باكر عقبه. والله انا كرهتها على سبيل طفل وضربتها بعرض الحائط، اذا نعمة الله ما اضربها بعرض الحائط. بالعكس بالعكس هاي لازم اصونها، لازم اقدسها، اقدسها القدس لله، لازم احفظ كرامتها. لان هاي من انا مثلا اقولها والله انت ما تنجبين شو ما شلون يصير هيك، هاي بالعكس راح تنجرح. والمرأة اذا انجرحت ترى عند الله ايش كبرها عذابك يصير. فيا ناس يا عالم خلوها ببالكم هاي، ثقوا واعتقدوا. انا اكون هسه مرتاح، امي من اقرب الناس مو بس اختي، امي قالت لي يمه انت بلكت اذا هاي شوف لك مرة تزوج حتى يلم كبرتك. اقولها لا بالعكس المرة هي تلم كبرتي اذا تريد. احنا انا باكر عقبه مين يبكي علي ام ابني ولا تبكي علي بنتي؟ صح يبكي لهم دمعه دمعه، بس اللي يحزن اكثر الناس تحزن هي المرة.